ورد في كتاب شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي رحمه الله قال: وذكر الشيخ علاء الدين علي بن الصيرفي في كتابه زاد السالكين أن القاضي أبا بكر بن العربي المعافري قال: رأيت الغزالي في البرية وبيده عكازه وعليه مرقعة وعلى عاتقه ركوة، وقد كنت رأيته في بغداد يحضر درسه 400 عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم يأخذون عنه العلم، فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: يا إمام، أليس تدريس العلم ببغداد خيرا من هذا؟ فنظر إلي شزرا وقال: لما طلع بدر السعادة في فلك الإرادة، أو قال في سماء الإرادة، وجنحت شمس الوصول في مغارب الأصول، تركت هوى ليلى وسعدى وعدت إلى تصحيح أول منزلي، ونادت بي الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي، غزلت لهم غزلا دقيقا فلم أجد لغزلي نساجا فكسرت مغزلي. رحمهم الله جميعا رحمة واسعة.